أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام. اليوم إن شاء الله رجعنا لكم في حلقة جديدة تنجيد ظهر سرير مودرن مربعات تشريح. طبعا زي ما احنا شايفين الآن جبنا قطعة من الخشب، أنا راح أطبق العملية على سرير بيبي. طبعا هذا السرير مطلوب مني زي ما احنا شايفين. بنأخذ المقاسات. طبعا بالنسبة للتنجيد المربعات التشريح حسب المقاس اللي انت بترغبه، يعني انا بالنسبة لي محكوم في ظهر السرير هذا في شيء معين، فاشتغلته على مربعات عشرات زي ما احنا شايفين. الان بعلم، بعد ما بعلم طبعا بالنسبة للاسفنج 5 سنتي، الخمالة 5 سنتي، وبزبط على 4 سنتي، بزبط على 3 سنتي، حسب طبعا انت شو بدك تشتغل. طبعا الان زي ما احنا شايفين قمنا بعملية تسطير، الآن سطرنا، وبعد التسطير الآن راح تتم عملية تشريح زي ما احنا شايفين. هذا عندي كان مشرح سابقا، انا مشرحه سابقا، الآن بدنا نشرح بس اللي بالطول. طبعا هيك كله اشتغلته انا على نظام عشرات، مقاس 10 سنتي، يعني المربع صار عندي 10 سنتي. طبعا الآن نقوم بالتشريح زي ما احنا شايفين، بنشرح الاسفنج ما يقارب، يعني انا هذا عندي المقاس الاسفنج خمالته 5 سنتي، بنشرح لغاية 3 سنتي. طبعا الطريقة سهلة واي شخص بيقدر يعملها، ان كان لرصيد غرفة نوم كبيرة، ومو شرط انه نشتغلها على رواسي غرفة النوم، مش ممكن نشتغلها على طاولات وسط، ممكن نشتغلها على اي قطعة من الخشب، على منظر، يعني حسب، على ستائر. طبعا زي ما احنا شايفين الان بنقوم بعملية التشريح. وهيك طبعا تمت معنا عملية التشريح، بس بنرد نأكد انه كامل. انا لازم استخدم المنشار، ولكن انا ما بعرف المنشار ضايع من عندي، انا بستخدم الان بالسكين. وهيك تمت العملية معنا، عملية التشريح الاسفنج بنجاح زي ما احنا شايفين. نقربها على الكاميرا، هذا هيك تشرح معنا الاسفنج. طبعا الان بنجيب قطعة قماش او نوع القماش اللي راح احنا نلبس الرسية، راح استخدم هذا القماش انا. طبعا لازم قطعة القماش تكون عنا اطول من اللازم، على اساس في عنا احنا راح ندخل القماش داخل المربعات التشريح، يعني اذا كان طول الرسية عنا متر بيلزمنا قطعة قماش تكون 1.5 متر، اذا كانت 2 متر قطعة القماش لازم تكون عنا طول 2 متر زي ما احنا شايفين، على اساس التكسير راح ياخذ معنا قماش زيادة. طبعا زي ما احنا شايفين الان بندخل القماش داخل الاسفنج. بتتم عملية التكسير. وفي طريقة برضو انا الان للمبتدئين، بنستخدم اي مسطرة اذا كان الشغل ما كان طالع معك 100%، نستخدم مسطرة حتى تضغط معنا الكسرة للداخل وتطلع معنا بشكل مستقيم. الان راح نشوفها بعد قليل كيف راح نستخدمها. طبعا هيك زي ما احنا شايفين ضايل عندنا كسرتين، راح تتم عملية تكسيرهم. طبعا الطريقة سهلة،
ما فيها أي صعوبة، يعني أي شخص بيقدر يشتغلها، إن كان منجد أو غير منجد أي شخص بيقدر يشتغلها، ما فيها أي صعوبة. زي ما احنا شايفين هيك تمت معنا العملية بنجاح. الآن طبعا راح نستخدم أزرار، وراح نستخدم زي ما احنا شايفين اخواني هاي المسطرة بنستخدمها حتى تعمل معنا الخط بشكل 100%. زي ما احنا شايفين عملت معنا الخط بشكل 100%، واذا كان في عنا طعوج في الخط فبتعدله وبتضغط القماش الى الداخل. طبعا الآن بنقوم بكبس مكان الأزرار حتى أول شيء يثبت معنا القماش، حتى بعد قليل نضع أزرارات كريستال أو أي نوع أزرار، يعني ممكن إنه نضع أزرار على نفس لون القماش، ممكن نضع أزرار كريستال. طبعا هاي الطريقة بترجع لحسب الذوق أو حسب التصميم اللي أنت بدك تشتغله. طبعا أنا حاب أشتغل هذا التصميم، ولكن نقدر نشتغل أكثر من تصميم. طبعا الآن بنقوم بعملية التكسير. زي ما احنا شايفين بلشنا الآن نكبس، بناخذ كل سطر مشرح ونبلش نكبس فيه.